بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
صدق